أرجئت محاكمة المتهمين 24 المتورطين في اغتيال المعارض التونسي البارز شكري بالعيد إلى شهر تشرين الأول أكتوبر القادم، بعد جلسة صاخبة تخللتها مشادات كلامية بين محامي الدفاع والادعاء المدني. خارج قاعة المحكمة تجمع عشرات المناصرين لحزب الجبهة الشعبية الذي ينتمي له المعارض اليساري المغدور، هاتفين بشعارات تطالب باستقلال القضاء في هذه المحاكمة التي بدأت قبل عام. السلطات التونسية كانت نسبت عملية اغتيال بالعيد في العام 2013 إلى جماعة أنصار الشريعة، وبعد عام أعلنت عن مقتل المشتبه به الأساسي في الجريمة. عائلة بالعيد نددت بما وصفته الظلال القاتمة المتعلقة بهذه القضية.